دلوقتي تجربة. احنا استوردنا ملف ميدي، ملف ميدي من النت عادي، قطعة موسيقية معروفة الحقيقة. وطبعا مشكلة البرو تولز مع الميدي مشكلة كبيرة، لكن ازاي تحايلنا عشان نطلع الآلات؟ احنا طبعا نسمع الأول نشوف احنا ايه الصوت طالع عامل ازاي. الأول نسمع الصوت. كله شغال، كل الآلات هنا شغالة. طيب نشرح بقى عملنا ايه. الشرح بسيط جدا، يتلخص في ان احنا هنلاقي عندنا هنا في الميكس ويندو، دي اهم نافذة ممكن نشتغل عليها في الشرح. في الميكس ويندو هنا هنلاقي ان احنا عندنا التراكات بتاعت الميدي كلها اهي، عندنا بيانو، عندنا بيكولو، عندنا باد وبراس، وادي آلة اهي مش عارف هو بسميها ايه، وترومبون وبانجو او باجو، يعني مجموعة الآلات اللي هو مش عارف مختصرها ولا مسميها ايه. طيب عملنا ايه عشان كل الآلات دي طالعة؟ معظمها طالع من الام بوكس، من الكارت الصوت اهو. كل حالة طالعة من شانل هنا إيه، لا مش طالع من اكسباند، هو طالع هنا من عندنا من الام بوكس من شانل 2. الاول انا طلعت كل الالات من كل دي من شانل 1، ودي من شانل 2، دي من شانل 3، وهكذا الى ان وصلت لاخر حاجة اللي كانت البركاشن تقريبا او بتاع. وبعد كده اضفت اتنين اوكسولاري، واحد عملت عليه ملف البلاجين اللي هو اكسباند اهو، اكسباند، وده حطيت عليه ال ناتشورال بركاشن اللي هو ده اهو. هنشوف مكانه فين. انا فضلت ادور واسمع لحد ما اكتشفت انه في واحد فيهم طبيعي، ولذلك هم هنا مسمينه ريال بركاشن. هنشوف ناتشورال بركاشن اهو، مكانه اهو ناتشورال بركاشن، انا اخترته وخلاص. لما اخترته عملت المخرج بتاعه من هنا اهو، اكسباند اهو، المخرج بتاع البركاشن. خلصت المخرج بتاعه على الاكسباند، خلاص خلصت العملية. والجراند الميني جراند بيانو، الحقيقة انا حطيت عليه تراك واحد بيانو اللي هو اول تراك، وبرضو عملت المخرج من هنا. الحقيقة الصوت بيطلع نقي جدا مع الام بوكس والبرو تولز اتش دي 9، حاجة بصراحة طبعا. بيانو جميل وعليه ريفيرب لوحده، انا مجهزه عليه ريفيرب. لما نشوف حتى البيانو انا عملت عليه ريفيرب يعني بنسبة 38% الريفيرب بتاعي، نسبة الانعكاس بتاعته انا هوريها لحضراتكم تحت في الـ التول بار اهي، هيكتب لنا هنا كتب 36% بس هو المفروض 38 الحقيقة. وبعدين عملت الريفيرب طالع هول، وعليت الفوليوم شوية عشان بس ينطق في وسط الآلات. لكن في نفس الوقت أنا عندي البركاشن واخد مع بيز هم، لو ما نسمعهم سولو هنلاقيهم بصراحة حاجة جميلة جدا. طيب الاتنين دول قد بعض في الفوليوم، يعني قد بعض في القوة.
كان طالع بس ال في مشكلة في ال في ال في ال في, في البركاشن مش طالع. لما نسمعهم برضو تاني لازم تعمل ميوت. بيشتغل على كده اهو. الاتنين دول مع بعض جميل جدا عاملين دويتو مع بعض. عشان كده انا خليت الفوليوم قد بعض. البراس بقى هنا او التيمبون، هو كاتبه تيمبون. البراس بقى بيشتغل كمان، هو ده اوتوماتيك لانه واخد اوتوميشن لوحده، مش من عندي يعني، المؤلف هو اللي عامله اوتوميشن. بيانو طبعا مع الـ مع البيكالو. دي كانت تجربة بسيطة الاستخراج. طبعا هنخش على مرحلة تانية بعد كده، هنحاول ان احنا نربطهم مع بعض في ملف واحد، اللي هي ربط الـ نعمل ده كله بقى، نحوله لويف، نحوله الاوديو ونحط عليه عالم تاني بقى من البلاجنز والإفكتس، عالم تاني مختلف. طبعا الموبايل بتهز في ايدي، معلش انا بعتذر. عالم تاني مختلف تماما من بلاجنز، وهنشوف مع بعض برضو بقية التجربة تاني لما يطلع الكواليتي الاخير بقى هظبطه تاني. هناخد يعني بريك ونرجع تاني نكمل بعد ما نخلص الجزء ده. احنا هنا عملنا ايه؟ زي ما شايفين هنا في عملنا اوديو تراك، اوديو ستيريو. دلوقتي احنا بنسجل تراك الميدي بتاع البيانو بس على الاوديو. طبعا هنا الصوت مش واضح، لكن عشان انا حاطط السماعات في وداني بنسجل تراك الميدي على الاوديو. طب ازاي عملنا دي؟ عملناها من خلال ان احنا جينا هنا على المخرج ده، على الاوكسيلري ده، وخلينا الاوت بتاعه يروح للايه، للتراك الاوديو ده. ازاي برضو عملنا هنا؟ خلينا المخرج بتاع ده يبقى باص 3 و4، وخلينا المدخل بتاع ده باص 3 و4. عمليا هنشوف ده من خلال الميكس ويندو بس لما نخلص التراك، لان القطعة بتشتغل بتسجل. طبعا احنا شايفين الويف ضعيف قوي، لكن ده مش معناه ان هو هنا الليفل هنا هو مليان وكويس الحمد لله، وتقريبا قد بعض يعني، تقريبا قد بعض. لكن برضو هنقدر نتحكم في الليفل او في الفوليوم بعدة طرق بعد ما نخلص. نشوف هنا بيشطب اهو التراك، وبعدين هنعمل ايه بقى بعد ما يخلص بعد ما يخلص دلوقتي عرض القطعة، لو خلص تسجيلها هنقدر نعمل نشوف على الميكس ويندو كده. تمام، هنشوف على الميكس ويندو احنا عملنا ايه. على الميكس ويندو حقيقة احنا عملنا ده اهو. عمليا بقى احنا اوكسيلري واحد، خلينا حتى انا كاتب بالعربي اهو، مخرج تحت المخارج كلها عملناها ايه، باص 3 و4، ورحنا على الاوديو واحد وعملنا المدخل او الان على باص 3 و4. بالتالي حصل انه كل الشغل اللي جاي من البيانو ده، هو طبعا كل التراكات بس احنا عاملين ميوت، هنقول دلوقتي كل الشغل اللي جاي من البيانو راح على عادي، دخل ان على كارت الصوت عادي. لكن كارت الصوت خرجه تاني فين؟ كأننا عملنا كابل خرجه من 3 و4 وداه على
تلاتة وأربعة دخول في الأوديو، وبعدين الخارج بتاعنا منين برضو رجع تاني طبيعي من الأوت بتاعنا اللي هو الطبيعي اللي هو واحد واتنين، وبالتالي احنا بنسمع الصوت من واحد واتنين برضو تاني، يعني عملية داخلية جوه كارت الصوت وجوه البرنامج. دي باختصار شديد جدا عشان اسجل تراك. وعشان اسجل التراك التاني طبعا الاوديو ده انا كنت عامله مونو اوديو اتنين، انا الاوديو اتنين ده دلوقتي هشيله وهعمل ايه، وهروح اعمل له ديليت اهو، هيقول لي ما قاليش حتى تحذير. انا كده معايا التراك ده، وهبتدي اسجل كل التراكات كلها تراك تراك، وبعدين احذف بقى خلاص مش محتاج الميدي، احذف واخلي عندي الاوديو واحط له ريفربات واحط له شغلي واحط له الافكتات بتاعتي، وبعدين اعمل ميكس داون في الاخر، سواء كان الميكس داون ده عن طريق الميكس ويندو او حتى عن طريق هنا لما بنفتح بنشوف حاجات كتير جدا اهي. لو عرضنا دول هنشوف هنا كل اللي احنا عايزينه، يعني في كل الحالات هو برنامج مرن ولذيذ. واحنا كنا بنذاكر مع بعض جزئية بتاعت تحويل الميدي الى اوديو الى ويف، وبعدين ازاي نخرجه من داخل البرنامج.